السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوخ الميمة. اليوم ان شاء الله تشوفوا معايا هذه الغريبة، هذه الحشيشة بالنشا كتجي كتذوب في الفم، المقادير ديالها جد بساط وكتجي مشقة. الشكل ديالها كيجي رائع وراقي كما كتلاحظوا معايا، هيايا كتجي مشقة وكتذوب في الفم. هانتوما معايا كيفاش تجي من الداخل، تجي هشيشة 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 بزاف. بقاو معنا وشوفوا المقادير طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو ليهم، غنحتاجو بيض بيضه واحده، 125 غرام ديال الزبده كما طلعتو معايا، الكاس نصف كاس ديال الزبده. بالنسبه ديال هاد الكاس هذا كاس الكبير، كاس ديال العصير الكبير ماشي كاس ديال الشاي. جوج كيسان كبار ديال النشا، ما يعادل 260 غرام ديال النشا عندي هنايا. عندي نصف كاس ديال السكر ناعم، سكر كلاصي ما يعادل 75 غرام. وعندي احتاج كذا كيس ديال الفاني، وعندي خميره كيماويه. هاد الخميره غنعمل غير النص ديالها، ما نديرهاش كلها. ناخذ القصريه فاش غنعجن، تنضع السكر، تنضيف عليه الزبده، تنضيف كيس ديال الفاني، تنضيفو بيض ديال البيضه ديالنا، تنضيفو النشا. بالنسبه للنشا انا غنخلط ونشوف واش نقدر نزيد النشا ولا لا، على حسب الحجم ديال البيضه اللي عندنا. النشا ما نقدروش نتحكموا فيه، غندير الكمية اللي عندي كاملة، وغنضيف هاد الخميرة. هاد الخميرة غندير غير النص ديالها ماشي كاملة، تقريبا غير النص صافي. ونخلط هاد المكونات مع بعضهم مزيان. كنبقاو نخدمو بيدينا بحال هكايا حتى تعجن لينا في يدينا بهذا الشكل هذا. في الاول كتجينا بحال ناشفه، ولكن هي كتبغي غير شويه الخدمه بحال هذا الشكل هذا. كما لاحظتوا معايا انا درت غير كميه صغيره، نتوما الا بغيتو تضاعفوا الكميه يمكن لكم تضاعفوها. غنضيف مازال حد معلقه كبيره ديال الزيت بحال هكا، و كنجمعو الخليط ديالنا مازال. كنخدموها بيدينا بهذا الشكل هذا باش تنسجم لينا مزيان مع بعضها.
كيولي الخليط ديالنا على هذا الشكل. هذا ها هو هذا بحال هكا كيتجمع لينا بهذه الطريقه هذه. هنا تنجيب البلاطه اللي غتدخل الفرن وتبدا نشكل الغريبه ديالنا بهذا الشكل هذا. ثم تتحكموا في الحجم ديال الغريبه ديالكم واش كبيره ولا صغيره بحال هكايا. انا هو دابا الفران كيسخن بهذا الشكل هذا. ما تضغطوش عليها بزاف غير شي شويه. بعد ما كنساهي كناخذوا الغريبه ديالنا تنطيبوها في الفرن. الفران خصو يكون سخون سخون مزيان مسخن على درجه الحراره 180. اللي عنده فران عادي يكون الفران سخون مزيان تنشعلوا له غير من التحت، يعني ماشي بحال الغريبه اللي كتعرفوا ديالنا التقليديه هذه عادي كنشعلوا له غير من التحت. والفران خصو يكون سخون وتنخليوه حتى كتشقق لينا، غير هو ما خصهاش تحمر خصها تبقى بيضه، والفران يكون سخون باش تشقق لينا بسرعه. نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما طيب لينا الغريبه ديالنا. هاي الغريبه ديالنا في الشكل ديالها النهائي كما كتلاحظوا معايا من الفوق، زينتها بصوص الشوكولا والتزيين كيبقى اختياري، كتجي رائعه ولذيذه وكتذوب في الفم. كنتمنى هاد الفكره هذه تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم هذا الفيديو هذا عملوا لايك، بارطاجوا الفيديو مع رائعكم اصدقاء، وللقاء مع وصفه جديده.